السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاكم المهندس علاء الدين الإردواز الفدي للتكييف. الفيديو التوضيحي لتوريد وتركيب أنظمة التكييف الكونسيلد المخفي والمكيفات المركزية الباكج بمشروع مطعم الشيف العراقي بمدينة جيزان. جاري الآن تركيب مجاري الهواء. اما بالنسبة لمنطقة الكيتشن، هنا في منطقة الكيتشن ما شاء الله تبارك الله المساحة كبيرة جدا. مركبين ماكينة قدرتها 5 طن تبريد، هنا جريلات السبلاي وهنا جريلات الريترن وجاري الان. وبالنسبه لهذه المنطقه زي ما احنا شايفين موزعين الماكينات بجريلات، كلها هتكون 60 في 60 جريلات مربعه. وهنا مواسير صرف التكييف، تم تركيب الاير فنت والبي تراب وعزل المواسير بشكل جيد جدا حتى لا يحدث تكثيف فيما بعد. عندنا هنا الثلاث ماكينات بينزلوا على صفايه الحمام وبتتوصل. طبعا مركبين هنا بيسموه كوع الريحة، بالإضافة إن الصفاية نفسها اللي موجودة في الحمام فيها كوع ريحة، وتوصيل الثلاث مكيفات على ماسورة 2 بوصة لأن الرطوبة عالية جدا في جزء. ونلاحظ هنا في نقطة مهمة جدا بنأكد عليها، بيتم تركيب كرتون هنا. طبعا في هذه المنطقة بيكون موجود الفلتر الخاص بالوحدة الداخلية، بيتم تركيب الكرتون لحماية الفلتر من العوامل الترابية الموجودة في الموقع. زي ما احنا شايفين لسه الموقع قائم ليه الاعمال بشكل عام. وجاري الان عمليه التشغيل للمكيفات. احنا بنقول ان العمل لما بيتم بشكل منسق من البدايه خطوه بخطوه كوردينيشن بالتنسيق مع المالك والاستشاري والمقاولين الموجودين بالمشروع، سواء مقاول السباكه، مقاول الكهرباء، مقاول الجبسن بورد، ده كله بيتم في نجاح المنظومه بشكل جيد جدا. زي ما احنا شايفين هنا جريلات سكوير ديفيوزر سبلاي وجاري. وطبعا هنا ماركة المكيفات LG، مكيف LG سمارت انفرتر. عندنا هنا لمنطقة المطبخ 9 مكيفات قدرة كل مكيف 5 طن تبريد. وطبعا بالنسبة للمواسير تم اختبار المواسير، ونيد تو تشيك، تم اختبار المواسير على ضغط 450 PSI. طبعا زي ما احنا شايفين النيتروجين، كل المواسير تم اختبارها للتاكد من عدم وجود تسريب للفريون فيما بعد. وجاري الان عمليه التشغيل للمكيفات. طبعا المكيفات ماركه LG انفرتر. جاري الان تركيب الثرموستات ماركه LG انفرتر، موفره في الطاقه بنسبه 40%. وجاري الان عمليه الترمينيشن الخاصه بالمكيفات. طبعا هنا زي ما احنا شايفين جاري اعداد الترمينيشن الخاصه بالمكيفات. يا هاو ار يو كبير، everything is okay. جاري الان فتح المحابس الخاصة بخط السكشن وخط الديستشارج وتوصيل المكيفات. فيعني احنا بننسق بشكل كبير جدا في التركيب زي ما احنا شايفين التناسق. وطبعا تم عمل اختبار لكامل المكيفات قبل عملية الترمينيشن. طبعا الهدف من التشييك التأكد انه السماويل اتربطت على اعلى مستوى.
فلو في اي تسريب هيحصل فقاعات في الصابون، فما شاء الله تبارك الله الامور تمام على اعلى مستوى. You can check. Very good. طبعا احنا بنشيك دلوقتي لان احنا بالفعل عملنا الاختبار وتأكدنا من الاختبار انه سماويل الوحدة الداخلية تمام، ولكن عندما يتم ربط سماويل الوحدة الخارجية بيتم التأكد من عدم وجود تسريب تماما، ودي نقطة جوهرية بشكل كبير جدا بتحافظ على المنظومة من عدم وجود تسريب للفريون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي المهندس علاء الدين الإردواز الفدي للتكييف.